مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الاتحاد. وكما عودناكم مشاهدينا كل أسبوع نستضيف نخبة رجال الأعمال القائمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعنا اليوم رجل أثبت كفاءته وهمته في إدارة الأعمال. رحبوا معي بالسيد محمد أسعد. اهلا فيك سيد محمد. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. كيفك شخبارك؟ الله يسلمك يطول بعمرك. طبعا انت من ابناء الامارات. صحيح. اهلا فيك. الله يسلمك. بدايه سيد محمد، نريدك ان تعرف عن نفسك للساده المشاهدين. من هو سعاده رجل الاعمال محمد اسعد؟ اول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد اسعد، من مواطني دوله الامارات العربيه المتحده. بدأنا شركتنا في سنة 2012، بدأناها في صيانة الأجهزة والمعدات الطبية. أنا خبرتي في الميدان هي كمهندس معدات طبية، فارتأيت كفكرة أنه نبدأ شركة في تخصصه، في مجال التخصص. وذهبنا يعني فيها كمشروع إماراتي صغير، احنا حبينا نبدأ هذا المشروع. لجأنا لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومن هنا كانت نقطة الانطلاقة وفتحنا مشروعنا الصغير في صيانة المعدات الطبية. طبعا البداية كانت كموظف وحيد، وهو أنا اللي بدأت الشركة، وأنا اللي كنت أروح وأصلح الأجهزة وأسوي لها الصيانة المختلفة. وشفنا الموضوع ما شاء الله والحمد لله بفضل من الله أنه مشي. قررنا أنه نطور الشركة في يعني مجالات أخرى. حضرتك كنت من المؤسسين؟ طبعا. أيوة. أستاذ محمد، لو تحدثنا أكثر عن بداية المشروع، كيف كانت البدايات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن أصبح عليه الآن من تميز؟ هل واجهت صعوبات؟ بدك تخبرنا أكثر عن الشركة. والله شوفي، هي في بداية أي شركة لأي مشروع أي مؤسسة ناشئة في صعوبات، لازم يكون في صعوبات، ما في أمور بتكون سهلة، محتاج الأمور مجهود، ومجهود بإخلاص. بدأنا الشركة مثل ما شرحت لك أنه الشركة كانت صغيرة وعبارة عن موظف واحد اللي هو أنا، فالأمور كانت يعني مخيفة بعض الشيء، أنه أنت الموظف الوحيد وعندك تكاليف رخص وعندك تكاليف إيجارات، ويعني اللي هي الأوبريشنال كوست. فمرت الفترة الأولى وشفت أنه ماشي الأمور والحمد لله رب العالمين. وبعد ما مشيت الأمور بدأنا نفكر في طرق تطوير المجال. عينا بدل الموظف واحد وعينا اثنين وعينا سكرتيرة، والأمور بدأت تمشي في المجال المخطط له. بعدين شفنا توسع السوق الإماراتي. جميل. وحاجة السوق الإماراتي لمنتجات ول يعني سيرفيسز جديدة. ما نلتزم نحن في شركتنا في لاين معين. فقررنا نمشي في مجال البيع للمعدات الطبية. فبدأنا في الأجهزة الصغيرة، وبدأنا نكبر من الصغير للمتوسط للكبير. وبعدين بنفس الوقت مرت الفترة قررنا أنه ندخل في مجال أكبر، وهو مجال جدا مهم اللي هو مجال المستهلكات الطبية. المستهلكات الطبية مطلوبة بشكل كبير جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانت شايفة توسع المستشفيات والمراكز الصحية واهتمام الدولة في السياحة العلاجية، وهي الأشياء كلها كانت عامل من العوامل اللي خلتنا نفكر في هذه النقطة. فبدأنا طبعا رحلة اللي هو بحث عن أفضل مصنعين للمستهلكات الطبية، تكون كجودة عالية
وبنفس الوقت ننافس في موضوع السعر. أخذ منا الموضوع فترة، كلفنا تكاليف يعني بالنسبة لي بعد هذا المجهود هي تكاليف مقبولة. فمشت الأمور والحمد لله. الحمد لله. سيد محمد، لو تخبرنا شو الأسباب اللي أدت إلى نجاح شركتكم، وما هو الشيء الذي يميزكم عن بقية الشركات الثانية؟ طبعا النجاحات في البداية، كل أي نجاح إحنا بنقول من رب العالمين، هذا أول شيء أولا وآخرا. ثانيا إحنا في هذه السنة هي سنة زايد رحمة الله عليه. الشيخ زايد كان له رؤية للمواطنين والمستثمرين العرب والأجانب وكل الناس، كان عنده فكر انه احنا نجذب كل هاي المهارات والاستثمارات للدولة. وكمل مسيرته رئيس الدولة الله يطول بعمره الشيخ خليفة، ونائب رئيس الدولة حاكم دبي سموه الشيخ محمد بن راشد. فهذول من الاسباب الرئيسية اللي سببت نجاحنا ونجاح اي شركة موجودة في دولة الامارات العربية المتحدة. من الناحية الشخصية هي أنا أشكر والدي، إنه والدي هو اللي كان الداعم الأساسي في هذه الأمور، كان يشجعني أن أنا أبدأ وأنا حكون في 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 جنبك يعني حدعمك. جميل أن يدعمنا الآباء. طبعا طبعا إحنا هذه من الأشياء اللي باركت العمل. ودعوات الوالدة الله يطول بعمرها. وفي آخر الموضوع هو خلينا نقول مجهود، هذا آخر نقطة، مجهود الشخص اللي أسس الشركة. نعم. فهذه هي الأسباب الرئيسية. نعم. سعادة رجل الأعمال محمد، بدنا نعرف شو الخطة أو الرؤية المستقبلية اللي أنت تشوفها للشركة، يعني هل تطمحون أن تطوروا أن يكون لكم فروع في جميع الإمارات؟ والله شوفي، أنت جبتي نقطة مهمة جدا. التطوير حسب إحنا خطتنا، خطة الفريق، إحنا عندنا فريق نجتمع معاهم كل فترة عشان نشوف شو الخطط المستقبلية. ولازم نوصل لسنة 2020 مواكبين تطلعات حكومتنا، مواكبين كل ما تحتاجه الإمارات وغير الإمارات. ومن هذا المنطلق نحن بدأنا في تطوير الشركة خارج دولة الإمارات. حاليا نحن عندنا فرع في الولايات المتحدة الأمريكية للشركة، وعندنا فرع في أفريقيا في دولة غانا. حابين نغطي أجزاء العالم، ننشر اسم الشركة واللي بنفس الوقت بتنشر اسم دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة إماراتية، وبإذن الله تكون شركة عالمية. فهذه من أهم التطلعات اللي احنا اشتغلنا عليها، وحاليا الأفرع موجودة في الولايات المتحدة ودولة غانا. فالفروع موجودة وشغالة، وإحنا قاعدين في عنا بدأنا عملية الاستيراد والتصدير يعني. الله يوفقكم يا رب. الله يسلمك يا رب. أستاذ محمد، لو تخبرنا يعني شو المنتجات اللي تتميزوا فيها، شو المنتجات اللي توفروها للحليف كدولة إمارات أو خارج الدولة، يعني شو المنتجات اللي أنتم توفروها عشان سيادة المشاهدين يفهموا شغلكم أكثر، يفهموا شركتكم أكثر؟ طبعا حاليا أنا حبدأ معاك في أهم مجال اللي احنا نشتغل فيه اللي هو مجال المستهلكات الطبية. هو أوسع لاين موجود عندنا في الشركة. من أهم المنتجات اللي نحن شغالين عليها ومعروفين بهذا المجال، بهاي المجالات، اللي هي الريسبيراتوري اللي هو مستهلكات أجهزة الجهاز التنفسي، ك
كأكسجين ماسك، كنيبولايزر ماسك، كتيوبس، هذه الأشياء المتعلقة في الريسبيراتوري. والمجال الآخر هو مجال المختبرات اللي هي الفاكتينرز، النيدلز، الأشياء هذه المتعلقة في المختبرات. والأشياء الثانية اللي هي مستهلكات التمريض أو العناية، اللي هي مثل الجاونز، الجلوفز، الشو كفر، الهيد كفر، يعني الأشياء، الفيس ماسك، هذه الأشياء اللي هي ديلي يوزد، ديلي يوزد في أي مكان، في أي مكان تستخدم. هذه في مجالات المستهلكات. طبعا مجالات المستهلكات احنا عندنا تقريبا أكثر من 500 منتج، فهذه كلها صناعات لنا نحن، ما يعني ما بنشتريها من حد، احنا اللي بنصنعها بمصانعنا في عندنا في الولايات المتحدة، عندنا في إيطاليا، عندنا في ماليزيا، وعندنا في الصين. فعندنا في مصانع نحن مسوين معاهم تعاقد انه هذه المنتجات تطلع من عندنا. طبعا حكرنا على الشركة، نعم، لان هذه كلها براندات نحن مسجلينها، فالبراند هذا مسجل باسم الشركة. طبعا اذا كان في اسئلة حول كيف احنا بناخذ هذه، كيف نختار هذا المصنع، الاختيار المصانع اللي نحن نختارها هذه يعني صعب، مش موضوع بسيط، بيحتاج منا ان اول شيء ندور مين الناس اللي بتصنع هذا اللاين، ونروح عندهم ونشوف المصنع، نشوف جودة المصنع، النظافة، الشهادات، نشوف العملاء اللي هم متعاملين معاهم، يعني شو الهيستوري للشركة، كم عمر الشركة، هل لهم القدرة يلبوا احتياجاتنا، فشو خططهم المستقبلية. طبعا يعني عالية طبعا مضمونة. فهذه الأشياء كلها تأخذ بالحسبان، وتأخذ منها المواضيع عشان نختار شركة معينة لا يقل الموضوع عن 6 شهور من البحث، يعني لغاية ما نوصل لقرار أن هذه هي الشركة أو هذا هو المصنع المعتمد لنا. نعم. أستاذ محمد، يعني بدي أسألك عن التخزين. نعم. كيف بيكون عملية التخزين، عملية الوقاية، عشان يوصل للمستهلك يعني في جودة عالية، بدنا منك تخبرنا شوي على هالموضوع. طبعا عشان بس تكون أعطيك موضوع بسيط جدا، هو التزم باللوائح والقوانين المطلوبة من وزارة الصحة، بتكون في يعني من التوصيل والتخزين بجودة عالية. حاليا احنا عندنا 3 مستودعات، الـ3 مستودعات تابعة لوزارة الصحة، مرخصة، معتمدة، يتم فحصها بشكل دوري من قبل وزارة الصحة، من قبل بلدية دبي، من قبل الدفاع المدني. وعندنا نحن من الأشياء الوقائية، يعني لازم نسوي احنا ديلي انسبكشن على المستودعات، على نظام التخزين، الايتمز لازم تكون مرتبة، الشاحنات شاحنات التوصيل او باصات التوصيل لازم تكون نظيفة، مكيفة، لازم تكون فيها أشياء كلها متطلبات من مثل ما قلت لك وزارة الصحة. جميل. أستاذ محمد، طبعا ما شاء الله عليك، يعني أنت كفاءة إماراتية الصراحة، يعني الواحد يفتخر فيها. تبارك الله فيك. مو على مستوى الإمارات فقط، حتى على مستوى العالم العربي. الله يطول عمرك. يعني إحنا بنكون فخورين وسعيدين انه في يعني شاب مثلك في العالم العربي بهالمستوى من التفكير والوعي. بدنا منك يعني بالرغم صغر سنك، بس ما شاء الله يعني خبرتك فايته سنك. بدنا منك بس تعطي كلمه للمستثمرين
الشباب اللي بتكمل الصغار، حتى اللي بيفكروا انهم يستثمروا في الامارات العربيه المتحده، شو كلمه التشجيع لهم عشان يستثمروا في الامارات، في دوله الامارات العربيه المتحده؟ اول شيء انا يعني عندي لاي شاب او اي شخص حاب يبدا مشروعه في الدوله، ان كان اماراتي او ان كان عربي او ان كان اجنبي، ادرس السوق، شوف شو المنتج اللي السوق محتاجه. في اشياء احنا حندخل في منافسات، وفي الاخر ممكن تدخل انت كشخص صغير تخسر بين ناس كبار، لانك ما درست المنتج صح، ما درست مين المنافسين في السوق، ما درست المصنع بشكل صحيح. هاي الثلاث عوامل اذا انت مشيت فيها درستها صح، ادرس في البداية وبعدين فكر في كيف التمويل. في ناس بتفكر في التمويل وبتنسى البلان، فبتسوي البلان خطأ، لانه ممكن يحسب مثلا ان المشروع هيكلف بدايته 1,000,000، وفجأة في نص المشروع يشوف ان النص ما سوى نص المشروع وانتهت الفلوس خلصت. ليش؟ لانه هو ما درس المشروع بشكل صحيح، ما درس منافسينه بشكل صحيح، ما سوق للمنتج بشكل صحيح. فنصيحتي فكر بالمنتج، وفكر في كل الأشياء، بعدين فكر في المبالغ المالية، وبإذن الله بإذن الله حتكون الأمور ماشية. صح. شكرا أستاذ محمد. قبل أن يداهمنا الوقت، في برنامجنا نبض الاتحاد معروف عن دولة الإمارات العربية المتحدة أنها من أكثر الدول التي تنعم بالأمن والأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة والرشيدة لشيوخنا، الله يحفظهم. نعمة الأمن والأمان ماذا تعني لك أنت كمستثمر إماراتي، وما هي رسالة الشكر التي توجهها لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عام زايد؟ يعني شوفي، أنت سألتيني سؤال، ما هي رسالة الشكر؟ أولا يعجز اللسان عن الشكر. شيوخ من بداية دولة الإمارات العربية المتحدة ما حد منهم قصر، ما حد، لا كان عربي ولا كان وافد أو إماراتي أو أي جنسية كانت، دعموهم بكل الأشياء المطلوبة. يعني ما كان في أي حاجة إلا وقضيت. فمن ناحية الشكر أنا أشكرهم جميعا من قلبي، من الشيخ زايد رحمة الله عليك، والشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أطال الله بعمره، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وجميع حكام الإمارات. لو حتلاحظي في كل مدينة في الدولة الحاكم يعني يبذل قصارى جهده أن يسعد شعبه. من الأشياء اللي حصول دولة الإمارات على أسعد شعب، يعني هذا مش غريب. يعني لو حتشوفي الدعم الموجود وكل تسخير الشيوخ، جميع استثمارات الدولة ودخل الدولة للإماراتيين ولجميع المستثمرين. أيوة، يعني وهذا ليس فقط للمواطنين، لا، أهل البلد حتى للوافدين. طبعا. أيوة. طبعا. سيد محمد، نحن بدورنا نشكرك ونشكر دعمك وحضورك ودعمك لبرنامج نبض الاتحاد. الله يسلمك يا رب. حياك الله. شكرا لكم جميعا. حياك الله. إلى هنا وإلى أن نلقاكم بإذن الله، نأتي إلى ختام حلقتنا. انتظرونا في حلقة جديدة ومع رجل أعمال جديد وكفاءة جديدة. دمتم بخير وأمان الله.